صباح النور عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين الوليدات؟ كلشي بخير؟ اهلا وسهلا بكم في قناه كلشي ساهل مع مينا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الفطور ديال وليداتي. غادي ان شاء الله نديروا واحد الساندويشات، بغيت نشاركهم معكم، علاش لا؟ على بركه الله نبدا. عندنا هاد الخبز ديال الساندويش ديال الرز، واللي عنده داكشي اللي عنده واخا ماشي ديال الرز ديال القمح ولا هذا، المهم كيما كان يعني ما تكونش فيه هاد القشره، يكونوا مقطعين له هاد القشره، ولا تجيبوه تقطعوا له القشره هذه، تقلعوا تحيدوا له ديك القشره اللي تكون فيه منها ومن هنايا. المهم غادي على بركه الله نبداو، غادي نبداو بهذا. المهم عندي هنايا واحد البيضه مدربه مع شويه ديال الفلفل الاحمر، غادي ندربوها. المهم عندنا هذا الخبز ديال الساندويش، غادي نشدو الدلاك هذا، غادي نديرو له هكذا، غادي نشدو هاد الفرماج. عندنا هاد الفرماج ديال الساندويش هذا، نزيدو عاوتاني واحد باش نكملو، باش نغطو الساندويش ديالنا. غادي نشدو هذا، غادي نشوفو على حساب العبار اللي بقى هنا وهنا، غادي نقطعوه بالجرارة، غنغلقو البلاصة الخاوية، نعاودو نقطعو، نديرو البلاصة هادي. غادي نعاود نقطعو واحد الطريف باش نغلقو هادي، المهم هو هذا. غادي يجي على هاد الشكل، ها هو. غادي نسخن الزيت وغادي نرجع معكم باش نشوفو كيفاش نكملو الطريقة ديالي. عندنا عاود تاني ساندويش في واحد الشكل اخر، اللي بغى يدهنوا بالزبده يكون احسن، انا ما بغاوليش الزبده، راني ندير لهم الزيت. كدير لهم الحب في وجههم، غادهنوه هكا بالزيت بحال هاك، ها هو. غادي نديروه يتحمر هنايا هكا، غادي نكملو يتحمرو، غادي نرجع معاكم. غادي نرجعو باش نصاوبو البيضة ديالنا، ها هي هكا. غادي نحطو هذا، نلبسو البيضة ديالنا، ها هي. حاولو باش نديروها في الوسط، خليوها تطيب، الخبز ديالنا هاو تحمر. خليو البيضه ديالنا تتشد راسها، طيطيب لها كامل البيض الاحمر، من الاحسن انايا يعجبهم هكذا اخضر، طيب لها البيض كامل ديالها عاد وديو. الا بغيتوه كنتو مزروبين تخليو هذا القالب ديالكم وتغلقوه بشي حاجه يطيب حتى يطيب. غادي نشدو هذا الخبز ديالنا، نعاودو نديرو واحد اخر جوج، نقدروا نغلقوا عليها هكذا بواحد المغلقه
باش ما تعطلناش في الطياب. غادي نشدو الفرماج هكذا، نشدو البيضة ديالنا هاك. هادي شوية عفوا فات لي ليها الطياب، شدو هذا ديرولو هاك، نشدو الساندويش ديالنا هاك، الساندويش ديالنا ها هو. وهنا نرجعو معاكم للطريقة الأخرى. الساندويش ديالنا ها هو، نديرو غير على نار هادئه باش البيض ما يتشوش، يعطي فرصه للفرماج باش يذوب لكم الداخل. يعني غير بلا نار شويه، ماشي نار مجهده بزاف. الطريقه ها هي كما راكم تشوفوا، تجي زوينه الدراري غير تعجبهم بزاف مع الصباح. الطريقه النهائيه ها هي كما كتشوفوا، حطوهم هنا شويه عار البيض راه ما يشربش الزيت، ما يشربش الزيت بزاف. الطريقه ها هي. المهم الفطور ديال الوليدات ها هو وجد، درت لهم ساندويش ودرت لهم عاود هذا الساندويش ها هو. ها شوفوا كيفاش كيجي داير، ها كيجي زوين كيعجب الوليدات. المهم لحد هنايا نخليكم في امان الله وحفظه، تهلاو في ريسانكم، ونتمنى باش تكونوا دائما فرحانين وربي يبعد عليكم هاد الامراض، ونخليكم في امان الله وحفظه، وتهلاو في ريسانكم، والى اللقاء الفيديو القادم، وما تنساوناش باللايك، عاونونا باش نطلعوا هاد القناه، وشكرا لكم.